طب كابتن اسامه، لو هسالك كاهلاوي وكراجل يعني محلل في الاهلي وفي نفس الوقت النجم من نجوم الاهلي، يعني الاهلي محتاج لعيبه يعني محتاج مراكز ولا الامور مكتمله؟ بص، هو النادي الاهلي ما تقدرش تقول في الوضع اللي انت شايفه انه محتاج، لانه جاب لعيبه كتير، يعني جاب بيرسيتاو وعمل له اضافه، جاب مكسيوني. كريم فؤاد، جاب ميكسوني، جاب حسام رجع حسن، عمار حمدي، رجع عمار حمدي، رجع دول عبد اضافات القادر، برضو يعني، احمد عبد القادر، يعني مش بس اللي اشتراهم، اللي رجعوا وعملوا اضافه زي احمد عبد القادر، زي عمار حمدي، لعيبه مميزه كلها، لعيبه كلها مميزه. ففي الشكل العام كده انت مش محتاج، ولكن كل فرقه بتحتاج احيانا انها تبقى احسن، انها تبقى افضل. وانك تحط فلو جه عنصر قوي جديد، عنصر قوي جديد هيضيف لك افضل افضل، طب دي لو ما قلنا فيهاش مشكله. لو يعني قلنا انه لو انت مثلا سئلت لعيب زي بن شرقي عقده بينتهي مع الزمالك، اتمنى ايه؟ طبعا اتمنى طبعا. انت شايفه لعيب، على فكره، على فكره بن شرقي انا كنت عايز اجيبه النادي الاهلي. ياه. والله. وكان لما السنه اللي انا 2016 كنت ماسك فيها مع مارتن يول قبل ما يروح وكلمت عليه في النادي الاهلي، ولكن ما حصلش نصيب. فهو لعيب مميز وقبل طبعا. الوداد كان فين؟ كان في نادي صغير بس انا ناسي في الاسم المغرب. دلوقتي، في المغرب كان طب نادي وانت صغير. شفته ازاي يا كابتن؟ يعني حد كنا كلمك عليه؟ لا احنا كنا بندور على لعيبه في الثلث الاخير. فمن احنا عندنا مثلا في لجنه كوره، عندنا طبعا المدربين والمساعدين، يعني حد احنا رشحه مساعدين. ليك ولا حضرتك لا بالصدفه انا كنت بتتابع دورت الماتشات انا بتابع الدوري المغربي وبدور بشوف مين الممثل المميز فعجبك اللعيب ده جدا، وعرضته فعلا على مستر مارتن يول وكابتن سيد عبد وكان الحفيظ ظاهر كده في 2016؟ بس كان صغير قوي انا لانه فاهم. كان بيلعب في المنتخب الاولمبي كمان، هي فرقته نزلت للدرجه الاقل بس الوداد كان طالبه، وما جاش ما ليه بقى؟ حصلش نصيب. يعني كان كنت بيدور على راس حربة اكتر. لكن ما اتكلمتوش معاه؟ لا ما اتكلمناش معاه، احنا كنا بنعرض يعني، احنا كانوا مساعدين. وحد كان بيقول اتعرض على الكابتن حسام البدري برضه ما رضيش. لا انا ما اعرفش، ما انا ما اعرفش بتكلم في حقيقة السنه المعلومة بتاعت دي. يعني خلينا في المعلومات الحقيقية. لا السنه بتاعت مارتن انما يول انت عينك انا عليه من 2016. دي حقيقه والله، مش بقولها كده، ده فعليا وعرضته فعلا، ولكن زي ما بقول لك اصل احنا يعني كان اللعيبه بتيجي ازاي في النادي الاهلي، او في مثلا لجنه التعاقدات اللي هي لجنه اللي تامير توفيق فيها، في المساعدين المدربين ممكن انا شايف حد كويس بعرضه على المدير الفني، ممكن في حد بيقولوا لي كان بيلعب في المغرب الرياضي الفاسي في نادي قبل الوداد يعني. وفعلا راح الوداد ثم الهلال السعودي ثم جس بيقولوا لي برضو انه هو في الهلال كان كثير الاصابات شويه، فعشان كده الكابتن حسام البدري قلق لما اتعرض عليه. لا انا ما حضرتش. ما كملتش. انما انت مقتنع بقدراته؟ طبعا طبعا، لعيب هايل طبعا. اولا يعني بص، بن شرقي لعيب كبير يعني، مش مهرجل يعني، في لعيبه تلعب كتير بس بن شرقي لعيب اولا بيعرف يجيب جون ودي ميزه كبيره، بيعرف يلعب على الطرف كويس قوي، مواقف واحد ضد واحد بيعرف يعدي بسلاسه جدا، وعنده سرعه طبعا، بيعدي كمان بسلاسه جدا. يعني هو سرعته مش خارقه ولكن هو بيعرف يعدي. اصل خلي بالك انا ممكن ابقى سريع جدا وما اعرفش اعدي، وممكن ابقى ابطا شويه لكن بس بعرف بعرف اعدي تمام. وده اهم في مواقف واحد ضد واحد، وده بقى اهم، ودي اهم التلت طبعا الاخير ده اهم طبعا، دي اهم بكتير، لان في مواقف كتير كده اتعرض لها اللاعب المهاجم يعني. يعني اصلا انا كنت بلعب على الطرف وعارف يعني، انا ما كانتش سرعتي يعني مش من قصدي مش قصوى يعني، اقصد ما كنتش من الناس اللي عندي سرعه غير عاديه. يعني في ناس عندهم سرعه غير عاديه زي مثلا خالد بيبو، زي ياسر ريان، زي مين دلوقتي في الاهلي، في سرعات في ميكسيوني سريع. انا مثلا واحد من الناس كانت سرعتي كويسه بس مش سريع قوي، بس الحمد لله كنت في مواقف واحد ضد واحد بعرف اعدي مهما كان المدافع اللي قدامي قوي سريع. يعني توقيت انك تعدي ازاي بتفرق معاك دي. فبن شرقي ما شاء الله عنده دي، مع اضافه بقى كمان الله اكبر، هو بقى كمان بيعرف يكمل على الجون كويس قوي. يعني بيعرف يخش الجو ويحط، يعرف يلعب الناس، لعيب كبير يعني. هو يعني احيانا طبعا اداؤه بيبقى اقل شويه عشان هو النواحي الدفاعيه عنده او مش عارف ايه السبب، لكن دي شويه، لكن هو طبعا طب اذا